اسالك عن رايك عن محمد شريف حتتك بقى. لا محمد شريف ده لعيب كبير قوي بصراحه، كفايه بيتحرك طوله عرضي، بس محتاج حد لما بيلعب لازم تلعب مع قفشه، لازم لازم تلعب واحد يعني. ده لو كان لعب مع عبد الله السعيد كان ممكن يبقى في. انت بتحب انت عبد الله السعيد؟ انا بحب عبد الله، اصل دي هي انا بحب بغض النظر عن اي حاجه. اصل انت ما بص يا كابتن كريم، انت لما تنكر حق لعيب يبقى انت جاحد. لا عبد الله السعيد ما عندناش حد، ما عندكش حد كتير زيه. نتكلم كوره، انا بكلمك كوره، مش ماليش دعوه بقى بالانتماءات، ده بلعب فين. انا لعيب كوره فكلمك كوره. ده عبد الله ما عندكش حد دلوقتي بيعرف يعرف يباصي لقدام يعني. قفشه يغيب مع النادي الاهلي تلاقي اللعب كله خلاص بقى، انت بتلعب على الكروسات، بتلعب على شوطه، لكن مفيش حد يعني. شوف لعب شريف كله تحركات في ظهر المدافعين، فانت مش هيجي له كروس، هو مش عايز كروسات، هو عايز يتحرك حد يلعب له. حتى لما نزل الماتش اللي قبل بتاع وفاق ستيف الاولاني، يعني جالنا 100 جون كنا ممكن نجيب بالاهلي، ممكن مثلا في الماتش يطلع 10. هو اول كوره اتحرك كويس جاب جون خلاص، هو ده الفرق دي يعني. صح. بريستاو ده لعيب كويس، بس مش عارفين هو حالته طبعا، هو الادرى بيها مدير فني يعني اكيد يعني. هو ساعات يبقى فوق قوي وساعات يبقى تحت قوي، ما هو ما عندوش حته في النص، غريب. ممكن يكون مضغوط، خلي بالك يا كابتن، اللعب في الاهلي والزمالك غير اي نادي في الدنيا.